هذه الشابة عن تجربتها المؤلمة مع الختان للناشطة النسوية السالكة حميدة. السالكة تدون الآثار النفسية والصحية التي تركها الختان على الشابة التي لم تكن واعية عندما أجريت لها العملية. بالتحديد العمر اللي وعدرتي فيه ذي العملية ماني فايقة عليه، لأنهم هما يعدلوها للطفلة مازالت صغيرة. إجبرت مضاعفات ذيك العملية، تعرضت لالتهابات، وذيك الالتهابات يقولوا لي هم أنها لا برود، يقر ما هي برود، هي نتيجة لمضاعفات ذيك العملية. مصير هذه الشابة وغيرها من الشابات جعل السالكة تقرر عدم السكوت عن الظلم والألم اللذين لا تسلم منهما حتى البنات الرضع في موريتانيا. أولاً أنا كنت ككل المواطنات والمواطنين كنا شاكين عن العملية، عنها في تناقص وعن الوعي بها زاد، ولكن صدمنا إلين قضينا للواقع جبرنا عن هذه العملية. ما زالت تستخدم بكثرة جداً خصوصاً في الأحياء الشعبية ويتم التعتيم عليها. أكثر من 60% من البنات في موريتانيا يتعرضن للختان، وتتسم العملية غالباً بالسرية، ولذا تركز الجمعية الحقوقية التي تترأسها السالكة على التوعية بأضرار الختان رغم اصطدامها بتقاليد مجتمعية مرتبطة بالعادات والدين. موضوع تشويه الأعضاء التناسلية هو من المواضيع اللي تبنات الجمعية منذ سنتين، ونشتغل في المجال لأن نعتبره نوع من أفظع أنواع التمييز ضد المرأة. لكن السالكة حميدة ورفاقها يتسلحون بالعزيمة من أجل تغيير الواقع في موريتانيا وجعل الختان جريمة يعاقب عليها القانون.